ثاني حاجه باش يفكوا هالمشكله هذه يعملوا لنا لي بيس بينيفورم في الجامعه، واحنا اللي علينا مع التصميم. خلينا نجيبك على خاطر احنا فسر لي كيف سامحني كيف وقفت في المصلين، فسر لي نورني معناتها. الحقيقة يعني أنا جيت كطالبة لهنا، أني جوست معناتها باش نحكي كمطلب متاعي أني حقي في الدراسة كها، يعني ما جيتش باش أنا نقنع الناس بالنقاب وإلا نفسر لهم النقاب شنو ولا في الإحرام المرأة شنو تلبس، فهمت؟ ثاني حاجة احنا قاعدين جماعتين كاملين وقاعدين سامحني في كلمة لكلكوا في نفس الكلام، يعني منا احنا ومنهم هما، احنا نعطيونا ندخلوا نقرا، المشكلة احنا لوين مصرين في الاعتصام على تفاهة الأسباب نتاعهم. معناتها إيمان أنا نحب نفهم ولو أنه سامحني سامحوني على القصندرة وجست نسق الحوار معناتها سلمان ما تغشش، إيمان نحب نفهم اللي باش تعرضك برشا حكايات مستقبلا طبيعة. قد تكونين مضطرة لنزع الحجاب، باش تعمل باسبور باش تسافر باش تخدم خدمة باش كذا، شنو باش تعمل وقتها معناتها؟ هي فما ضرورة فهمت؟ كطبيب ولا بنك ولا خساره قانون مش ضروره قانون في جامعه معناتها اي ما اعطيني عليه انت منعت النقاب اعطيني انا شخصيا معناتها ولا المعتصمين نعطي النقاب خاطر يقول لك استاذ ما نجمش نقري ولا نعمل امتحان الانسان ولا انسان ما نعرفوش اصلا يعني كامتحان بالنسبه للامتحان انا نحب ننسى عفاس الامتحانات معناتها فمش تواصل بيني وبين انا والورقه معناتها التواصل بيدغوش ونقول لك على حجر محب ويكونوا لجنه طلبه والا جماعه من الاداره باش يقوموا معناتها بالفيريفيكاسيون تاع الطالبة رفضوا فهمت كيفاش معناتها رفضوا خاطر يقول لك ما نعملش تنازل في القانون ما نبيعوش ونشريو في القانون قانون قال ليه معناتها مش اما نحكي لك يمين معناتها انت مضطره نهار اخر تعمل لي مضطره نجم معناتها على خدمه على سفر على باسبورتي السعوديه اصلا ما تسافر لازمك تنحي خلينا نحلوا مشكله القرايه ليه ومن بعد ان شاء الله تنشوفوا فكره علاش معناتها مشكله القرايه كانت نجم تتحل منكم مش منا منهم هما اللي هما معناتها تتحل منكم كان انت تعتبر مثلا انه الخدمه اضطرار والقرايه ما تعتبرهاش اضطرار سلمان نعاود نرجع معناتها سؤال الاخرين كان يعتبر شريان شبو كيما انت قلت ريت يطيح روحه ويعمل ويمثلوا فما شكون قال فما شكون طلبه يدخلوا للتواليت ويلبسوا نقاب ويعملوا لنا في المشاكل وكانت بنيه برك في الفاك وكثروا ولاو برشا بنات معناتها ونديري ولينا براد فير هنا معناتها شكون يغلب به قال السيد العميد وانت سمعته انه توا اخويا الحل كلموا معناتها كلم السلطات المعنيه باش تشوف حل معاكم بالامور هذيك شنو ردت فعلك؟ يعني كيف بالضبط معناها سياده الرئيس زين العابدين بن علي نفس الوضعيه معناها اي اسمع الكلام ولا نجيب لك الامن هي معناها اي معناتها خاطر الدروس وقفت معناتها لا اوزين جو كرو معناتها حتى في النرويج معناتها اسمع الكلام ولا نجيب لك الامن معناتها يبدا امن محترم ويحترمك هذا يصير وقت اذا كان صار اخذ ورد بيناتنا يعني سمعت العميد قبيله يقول رفع بلاكه تقول له ديجاج كيش باش يتعاور رفع بلاكه اكبر بلاكه رفعها لماذا ترفض الاداره مجرد التحاور مع الطلب اللي هو قال تحاورنا ساعات ما عرفش ما نذكرهم الساعات هذا مختصر نذكروا تحاور ساعات يعني مع اطراف ينتمون للحزب نتاعو من خارج الكليه من خارج المنظومه التعليميه اصلا. نحب رده فعلكم على توا سي وقفه زنقه الهرب توا يا خويا باش تخليونا نقراو ولا لا؟ طيب الحل كيما تراوها بسرعه سلمان. باهي الحل كيما نراوها، نحن كيف ما جينا اول ما بدينا اول نهار يعني ما جيناش لا بنيه اعتصام ولا غيره، جينا باش نعملوا وقفه احتجاجيه نلقوا خطاب موجه لنا شكون سيادتكم باش تحكوا معايا؟ هذا الوجه هنا العميد ولا الامر فيه اعتصام؟ سامحني خلينا نوضح النقطه هذه. المشكلة يعني هبطنا لائحة اعتصام عنا زوز نقاط مطالب زوز مطالب لا غير حق المنتقبة إنها تدخل تدرس على فكرة رانا طارحين الحلول رب مع ضمان الكشف على هويتها إنها تكشف على هويتها أستاذة أو عون إدارية امرأة أو طالبة متطوعة وتطوعنا حتى إن نوفروا جهاز تعرف على البصمة نحن كطلب يعني جبنا الحلول سامحني ربي يبارك فيك خلينا نوصل معناتها انتم هكا ماكمش طلبه تقول منظمه طيب. معناتها لا مش منظمه والله لا بلا عندكم امكانيات وعندكم اولا لا. ساعه حكيت اقترحتوا اولا ماكمش هيكل واضح انتم طلبه لميتوا كطلبه ايه؟ كمكتب جامعي اي طلبه لموا رواحهم وليوا حلول ودنيا معناتها يلزم هيكل منظم الهيكل الوحيد والعنوان الوحيد يمكن ندرجوا تحته ان طلبه وانا دخلت في القضيه دي باعتبار انه اللي تمس الطالبه وانا طالب لاني غدوه انا قد نتعرض لاشكاليه اخرى ونطلب من الطالب هذاك انه يسندني كيف ما الاستاذ اللي في كليه منوبك ما عجبوش الحال طلب من الاستاذ اللي في تطاوين انه يقرف معاه لو كان بالنسبه ليكم معناتها حاول جاوبني باختصار خاطر الوقت يزرب لو كان ما نتفاوضوش معاكم اسمعوا القانون ومن بعد نحكيوا ساعه اسمعوا القانون يتنحى الاعتصام ترجع الدروس حتى نحكيوا شو يكون ردكم وقت طيب الاعتصام هو من الاول كان رده فعل ما كانش هو الفعل الاول يعني يا سيد العميد اجا نتحاوروا قال لك شكون سيادتك تحاور معايا طيب انا معتصم وفي تحب تحل المشكله
اعطيني بادره تحسنيه، حل باب الحوار. نبي تحب نروح نعديك زمانات يرى على فكره. طالب حتى انا ومانيش نقرته. يعني اعطيني انت بادره تحسنيه، لا مش روح من بعد تنحكي. اذا كان معتصملك لهنا ومقلقك للدرجه وانت ما عملك سكرت الكليه وروحت، خلي نبدا في داري. كيفاش مش سكر وروح وخلى مفتح؟ معناتها هو متقلق على الطالب، معناتها طالب وماكش تقرا. من المفروض كان جات معناتها قضيه ماهيش اولويه في حيدك تمشي تعدي امتحاناتك ومن بعد ترجع تتفاوض. ما تتحسون انه فما شكون وراكم سلمان، وانه كاينكم مانيبيولي، معناتها كاينكم فما شكون عباد تدز فيكم باش تحكي هكا. طالب مهمل امتحاناتك، من المفروض طالب نعمل امتحاني ومن بعد مشكله النقاب عندي عام كامل نتفاوض فيها معك. لا ربما هذه مساله تاع مبدا، مساله مبدا بالنسبه لي انا. يا اخي المبدا قام الشهر هذا سلمان، المبدا قام قبل. على فكره نوضح لك حاجه، انا يعني كنت نحكي عن نفسي باش نحكيش عن السخره، انا كنت سجين سياسي. والمبدا نتاعي حاربت عليه من قبل، يعني مش الوقت هذا. اي سلمان مش تمشي تعدي امتحاناتك يعني، وتمشيوا كلكم تعديوا امتحانات. بالنسبه لي انا ربي يبارك فيك، اللي تمنع انه يقرا يعني اللي تمنعت هي طالبه، تمنعت لاجل لباسها. هذاك علاش نصر اني راني ناظر على الحكايه ذي بصفتي طالب، لان غدوه قد امنع كطالب من الدراسه من حاجه اخرى زاد بسبب حاجه اخرى. واضح واضح. طيب سلمان رزيق واضح كلامك. شكرا شكرا على تلبيه الدعوه. سلمان رزيق، ايمان مالكي، حدثتونا باسم طلبه المعتصمين في منوبه. هكا يظهر لي صوتكم وصل له الامور واضحه. شكرا لكم، نورتونا ليله في لاباس. شكرا لك سلمان. الهدف نتاعنا ما كانش ان ناخذوا موقف، بل ان نعاونوكم باش تاخذوا موقف. حابين نجيبوا على حكايه منوبه الاطراف الكل، باش انتم تكون الصوره كامله عندكم من غير ما نوجهوكم لهكا لهكا. وانت المواطن اللي قاعد تتفرج فينا وقاعد في الدار نتاعك تو فهمت وشفت الاطراف الكل حكايه، تنجم تاخذ موقف اللي تحب عليه. نسكروا ملف منوبه، نرجعوا للفن للثقافه. فرحانين برشا ومشتاقين برشا باش الفنان التونسي هذا نعرفوا اخباره ونطمنوا على جديده. خلي نستقبله مع بعضنا الفنان التونسي رؤوف بن عمر ليلى في لاباس. سي رؤوف مرحبا بك، شنو احوالك؟ تفضل سي رؤوف. سي رؤوف الجمهور يحب يسالك. ان شاء الله هاني دخلت نعكس كيما برشا توانسه. لطف عليك ساعه، الحمد لله على سلامتك سي رؤوف. عايش ان شاء الله. سمعنا في الجرايد اللي انت مريض وعملت عمليه، الحمد لله لاباس. ان شاء الله لاباس. عمليه كانت ناجحه و 100%. ناجحه 100%. الحمد لله. دونك نطمنوا على صحتك هذا المهم. سي رؤوف بن عمر، طمنا عليك لاباس وتونس. لاباس ولا مش لاباس؟ جوستومون هاي قلت كيما قلت لك داخل نعكس كيما تونس كلها بتعكس هالايامات، معناها من العامل اليومي للرجل العامل. تعكس في فتره نقاهه ولا اصابه معناتها؟ لا 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 مش فتره نقاهه، اللي تعدينا منه مش شويه معناها ثوره كامله فهمتني، لكن وقع التخميره، دخلوا في تخميره من 14 جانفي حتى 23 ديسمبر، وكانت التخميره في نفس النوبه وتو لو فما برشا نوبات. ولهذا ان شاء الله معناتها علاش نقول ان شاء الله لاباس، على خاطر ما يلها ولا تفوت هالفتره هذيا نتاع الهزان والنفضان وتشد حكومه بلاصتها، وان شاء الله توصلنا قال الاخر البر السلامه. البر السلامه، انا ما نوافقكش برشا على كلمه تخميره، خاطر الخميره مقطوعه سي رؤوف معناتها كل شيء. لا بحياه راس الجيش توجدت اليوم. تشفيق على الجيش. نحب نشكر الجيش اللي في مصر، الجيش معناتها يحكم، وفي تونس يجيب لنا في الخميره معناتها الى فرش. لا وهزلنا الزبله زاده في جانفي. اي تذكر في جانفي. هو من قبل معناتها الجيش ثنيا كان يجي زيتون، وكان شويه برك في الرافل ساعات كانوا يمسطوها ما يسافا معناتها. كنت قاعد تشرب في قهوه تلعب في طرح رميه، انت ما زلت مع برتش كفك وهم يجيو يرفلوك. مي سينون سافا ولا لا؟ لا 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 سافا الحمد لله سافا. الاعتصامات في باردو حسب رايك هل هي شعبيه ام حزبيه؟ متعرف يقول لك ثوره يعملوها الشباب ويركبوا عليها الاحزاب، انت كيفاش تراها؟ لا حزبيه اكيد، فما تحريك من بعض الاحزاب وفما تحريك زاد ما وفاش، ولكن المجتمع المدني وقف وقفه كبيره ويلزم يقف وقفه كبيره حتى ما نزرقوش، على خاطر ما عندناش الحق باش نغلطوا. العينين كل تغزرنا. اي والتوانسه فاقوا، معناها أنا نقول لك سبناه من 14 شامبي، هو كونه التونسي ما عادش يخاف اليوم ويقول كلمته
وهذه حاجه باهيه خاطر 50 سنه واحنا نتفرجوا ما فاهمين شيء وساكتين. حان الوقت انه واحد يعبر على الاقل على مقصوده ولو بوقوفه يعتصم بوقوف كذا. لكن ربما بعض التوانسه كثروا لها بال معناتها بال مش اعتصامات هي كيفاش يقولوا تعطيل الجراف وتعطيل الانتاج وتعطيل كذا معناها قاعدين يضيعوا لتونس في برشا وقت وفي برشا كسب خاصة اللي وقفوا المعامل واللي سدوا الطرقات ما اعتقدش اللي هي احسن معناتها احسن حل باش نتقدموا لقدام. سي رؤوف بن عمر اليوم باش نعملوا حوار فيه برشا فلاش باك وفيه برشا كلام محلو، لكن قبل نحب نستدعاك على دبرت اليوم مع جعفر القاسمي. مرحبا بكم في دبرت اليوم. وصلونا برشا اس ام اسات وبرشا كومنتارات وبرشا ايميلات ما يشكروش في الدبارة بتاع الاسبوع الفارط وقالوا اللي الدبارة مساتت. دونك اليوم عملنا طريقة جديدة باش الدبارة تولي تضحك وترجع تضحك، ولو أنه الدباير اللي نشوف فيهم طويكة ما يضحكوش يبكيو. دونك الطريقة اللي باش نعملوها اليوم كل ما نكح تضحكوا. باش نجربوها كل ما نكح تضحكوا واللي ما يضحكش من بعد يولي يكح، فهمنا؟ دونك كل ما نكح تضحكوا نجربوا. دونك باش نعاود الدخله سي نوفل سامحني كيما تفهمنا ما تحشمونيش يرحم والديكم. يلا. حاضر حاضر. سي رؤوف الحوار معك حلو، لكن قبل نحب نستدعاك لدبرت اليوم مع جعفر القاسمي. عفوا. بارك الله فيكم، نعرف مغرومين بيا برشا ونعرف اللي انا نضحك برشا. مرحبا بكم في دبارة اليوم. وصلونا برشا اس ام اسات وبرشا ايميلات وبرشا كومنتات يشكروا في الدبارة نتاع الاسبوع الفارط برشا برشا. عفوا. دونك وطلبوا منا برشا برشا دباير اخرين. قبل ما نعملوا الدبارة نتاع الاسبوع هذايا وصلنا اس ام اس من عند مواطنة تدعى ميم تي سي رؤوف. المواطنة هذه طلبت باش تهدي اغنية للاحزاب، لما حالها احنا ماناش برنامج نتاع اغنيات ولكن باش نلبوا لها الطلب نتاعها. هذه الاغنية مهداة من المواطنة هذه للاحزاب الكل. خينا وما تنسى فيك يا اللي تضلني فيك لازم من بالي من فيك يا الغدار. دونك كانت هذه الاغنيه مهداه للاحزاب. الاحزاب بيدهم فرحوا برشا بالاغنيه هذه وهما بيدهم يهديوا هذا النغم للمواطنه ميم تي. اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك. يعطيكم الصحه بارك الله فيكم. تويكا باش ننطلقوا في دبارة اليوم. دبارة اليوم تركزوا مليح مليح. اليوم باش نعملوا بمناسبه الاقتصاد المزدهر اللي عنا سي رؤوف باش نعملوا بلا سميناه اقتصاد مفور. أول حاجة ناخذوا عاطل عن العمل، ماذا بينا يكون وجهه أصفر كما هكا. سي بيان ما غير كحان. وجهه أصفر كما هكا، لين يخضر ما ثم حتى مشكلة. ونحاولوا ناخذوا سي رؤوف، دبارة سهلة برشا، ناخذوا كونكور كما هكا. نحضروا الكونكور نتاعنا وناخذوا العاطل عن العمل، نحاولوا نعصروه في الكونكور بالكدا. نعصروا في الليموناذرة. الليموناذرة الوطنية ماكم تعرفوا يلزم نعصروا العاطلين عن العمل بالكدا بالكدا. قد ما نعصروا العاطلين متاعنا في الليموناذرة الوطنية قد ما باهي لدبارة اليوم. وكل ما نعصروا عاطل عن العمل نطيشوه بالكيفية هذه كسي رؤوف. نعصروا عاطل آخر عن العمل في الليموناذرة الوطنية، نحاولوا نعصروه لو ماكسيموم. هذا يا فاسع نرجعوا للمناظرة الوطنية، نحاولوا هذا وجهه مستعمر شوية مش نتاع لمناظرة وطنية، نعديوه ديريكت للمؤسسة. حاسيلو كل مرة نعصروا عاطل عن العمل في المناظرة الوطنية، من بعد نطيشوا اللي عصرناهم العاطلين الكل نطيشوهم وناخذوا ناس أخرين وجهاتهم أحمر كيما هكا نحطوهم مباشرة في المؤسسة، نخليهم هكاكا يتقلاو، من بعد ناخذوا مؤسسة تونسية وناخذوا مستثمرين توانسة وأجانب. ناخذوا مثلا مستثمر تونسي كيما هذا نحطوه في المؤسسة، ناخذوا مستثمرة
هذه باينة أجنبية من الجيب متاعها، مستثمر تونسي، مستثمر أجنبي، ونحاولوا نحركوا الاقتصاد متاعنا، نحركوا الاقتصاد متاعنا. أه هذه مستثمرة أجنبية فسعت، ما تم حتى مشكلة. هذا مستثمر تونسي فسع بجلده زادة، ما تم حتى مشكلة. هذه لا هي مستثمرة لا هي تونسية لا هي أجنبية وفسعت، ما تم حتى مشكلة. وهكا نتحصلوا على مؤسسة مسكرة بالكيفية هذه. من بعد ناخذوا إدارة مثلا، وناخذوا موظفين ياخذوا في 1000 دينار مثلا في الشهر، نحطوهم لهنا ونعملوا بهم الاعتصام. اعتصام نصبوا زيت الزيتونة، اعتصام زيت زيتونة في الشهرية، 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 لين المؤسسة هذيك زادة تسكر. بعد ما تسكرت المؤسسة هذه تهنينا عليها، وتسكرت المؤسسة هذه تهنينا عليها، وبعد ما شفنا اللي مناظرة الوطنية واخذين هذوكم الكل نصبوهم لهنا في الاقتصاد متاعنا بشوية بشوية. نزيد نصبوا هذوما لهنا في الاقتصاد متاعنا، ونحاولوا نحركوا الاقتصاد متاعنا بشوية بشوية. نلقاوه ديجا بعد مدة صغيرة الاقتصاد الكل اتفور. كانت هذه دبارة اليوم، إن شاء الله عجبتكم. إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله بمناسبة أنه الخميرة اتقطعت، باش نحاولوا نعملوا دبارة للتوانسة الكل اللي هي رفيسة التأسيسي. شكرا لك جعفر. شكرا مس جعفر الجسمي.